اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم بحذايا في فيديو جديد. اليوم فيديو البنات متنوع ما بين دار حماتي ما بين دارنا ما بين داري، حصيلوا فيه برشا حاجات والحق أني تعبت فيه على الأخر، أما صورت لكم لقطات لقطات. أول حاجة كما شفتوا حضرت قهوة الصباح بطبيعة بعد ما فطرت الصغار، عملت لهم عظم عربي. شوفوا ولادي ياكلوا كل الابيض ويخليوا الاصفر، وعندي كيك تشوفها في اخر الفيديو عملتها في دار بابا. عملت كيك بالكيك عاديه معناها بالقشور نتاع الليم وعطر شيه بنينه على الاخر وقتها دو وكا. وحضرت قهوتي وباش نمشي نهبط لدار حماتي نشوفوا النهار اللي استنى فيه اللوطة. هاكم تشوفوا البنات مديتك الفريش متاع الشتي، بصراحة تشجعت عليهم على الاخر. والله كنت باش نستنى خاطر باش نعملوا موتور للفسقية هذه. البنات عندهم فسقية في دار حماتي، باش نعملوا لها موتور. كما تعرفوا في الصيف عنا قصان متاع المي، كهو قلنا باش نعملوا موتور باش على الاقل كيف يتقص علينا المي صيف كامل يتقص عندي، هاو كانوا ليو نستعملوا مي الفسقيه. اما بصراحه ما عطانيش قلبي نقعد نستنى خاطر ما مزلنا شويه باش نعمل الموتور. قلت خلي نمد نغسلهم باش تفضالي كبيت القاعده وننظفها وندهنها على راحتي. كيما قلت لكم نحب ندهنها، والتبوشه والفروشه هذم الكل كانوا في بيت القاعده. بديت اول حاجه بديت بفروشه صغاري، في بالي على اساس نغسلهم فروشاتهم. يا اخي بديت بشويه بشويه، الحق حماتي شجعتني وليت مديتهم الكل وغسلتهم وارتحت عليهم الحمد لله يا ربي، شاحوا وحطيتهم في بلايصهم ومرتاحه منهم. الحق حماتي عاونتني ربي يفضلها ان شاء الله وسدها في صحه بدنها، عاونتني في تعبئه المي. عبيت لي شويه مي معناها تحضر لي في المي واني هوكا نغسل. الحمد لله والله لفقت بهم كيفاش يتغسلوا. اليوم اصلا السني خديت قراري اني نمد شويه شويه عبين، مش كيما العام اللي فات واللي قبله كل. والله يا البنات اقل حاجه نمد 12 كوفيرت نتاع زهازي كل نمدو، اما من عم ناول ظهر لي من عم ناول خديت قراري اني نمد شويه شويه. معنا مديت 4 فروشه نتاع الاولاد، خاطر زوز كواتات وزوز فروشه كوفيرت، واني بالنسبه لفرشي تغطينا بوحده بركك الحمراء الكبيره. الحمراء الكبيره ما صورتهاش يعني ديجا معاكم، ما شاء الله توزن 10 كيلو وحدها نتغطاو بها. هذيك غسلتها وعندي الكوفيرتا موف بدلت بها، وعندي الفرش الاحمر اكا هو ذاك شو استعملت بخلاف بطبيعه الدفايات. غسلت الدفايات وغسلتك العباين الصغار متاع الصغار، حصيروا صبحيه كامله اني قعدت نغسل في وسط الدار وحمدي طيبت لنا الفطور وكهو. من بعد لهني هيك قلت مادام هي طيبت الفطور وردحت لي شويه بتعبيت المية وكل، قلت خلي طيب اني العشي. بحذينا اخوات راجلي باش نعمل اليوم شربة مفورة. عنا برشا شاهينة هما ما يطيبوهاش برشا، يمكن عرفتو كل عنده عامين طيبته لهم وكهو يطيبوا الاكثر الرز ما يطيبوش الشربة لسان عصفور. كهو حصيلو حبيت نطيبها وباش نعملها بالدجاج خاطر عنا شكون ما ياكلش اللحم، باش نعملوها بالدجاج. بصراحة اني كنت متخوفة شوية خاطر تبارك الله باش نطيب زوز كيلو زوز كيلو وشوية الشربة، يعني زوز كيلو وشوية خاطر تعرفوا الشربة خفيفة وما شاء الله بالصغار وكل يعني ما تقعدش. الحمد لله تكلت الكل مقعد منها حتى شيء والحمد لله. كنت خايفة من الحكارات خاطر بلي يكون الواحد ديما مستانس برطل. زوز كيلو وشوية عملت الحمد لله يا ربي جيت بنينة تهبل وتكليت. حاصلو كما شفتوا قليت الثوم، قليت اول حاجة الفلفل الروكي يتقلى الفلفل في الزيت اللي طيب بيه يعطي جو بنينة على الاخر للماكلة متاعك. قليته هو اول حاجة، وبعد قليت طماطم. استعملت برشا طماطم تبارك الله خاطر هي فيها الصوص ولازمها فيها برشا صوص باش تنجم تسقي بها الشربة. وقشرت وعملت الثوم، هرست الثوم وحطيت دجاج وقليته الكل كما قاعدين نشوفوا نقلي فيه الكل مع بعضه، وبعد نمرق بالماء خليه ياخو تقلية باهية. وبطبيعة حطيت شوية بصل، اني في العادة مقارونة بالصوص راني منحطش فيها البصل.
وكل واحد بطبيعة وكيفاش يحب، يعني كيفاش يحب الماكلة. فما حاجات ما نحطوش فيها البصل. مثال الشوربة هذه بالرغم نفس الطريقة متاع المقرونة بالصوص، لكن ما نحطوش فيها البصل. وحاجة أخرى البنات، راهو الكركم يمصط القوم تاع الثوم. يعني شفتوا كي تبدا حاجه بالثوم، مقرونه والا شوربه، صدقوني بالثوم بالكركم تتبدل كومبليتمون. ديجا قبل قلت لكم في الفيديوهات، فما برشا نحاو الكركم المقرونه بالصوص وشافوا الفرق. اني بالنسبه لي الثوم والطماطم فيهم جو وحدهم. يعني المقرونه بالصوص سرها انك ما تمرقهاش برشا بالمي. بالحق راهو كي تبدا تمرق فيها بشويه بشويه تجيك ابن بالفين مره انك تصب لها المي فرد مره وتمصات. وكيف كيف الفايح راهو يخلي لك الجو، عرفتوا اللي يضيع لك الجو. اني ما نحطش راني الفايح، ديما تسالوني على الفايح، راني ما نستعملش الفايح في الماكله. حاجات بساط يعني، فما حاجات معينه نستعمل لهم التابل وكل. حطيت لها حطيت مرقت بالمي وحطيت الفلفل الاحمر وحطيت شويه كليل وشويه عود قرنفل وملح، وش نحط شويه رند. اني خاطر الرند ديما تقولوا لي عليه البنات، راني عندي هيك مشكله معاه في الحبيله. كرهت ريحه الرند، قعدت هيك نحطه، عرفته كنت ما خفت خاطر وكهو. اما قبل راني كنت نطيب الرند. لاني خديت الشوربه ملول، عملت كيلو ظهرلي بعض، هولي شويه حصيله الشوربه، نحط فيها شويه ملح باش ما تطلعش ماسطه، ومن بعد نحط فيها الزيت، نبسسها بالزيت ونحطها تتفور. يعني زيت الجلبينه، وشوفوا لهني هيك ساي خديت تفويره الشوربه باش نصب لها الصوص ونخليها تشربك الصوص في عقلها. هكاك تتنفخ، عرفتوا كل تاخذ القوم تاع الثوم والفايح الكل. ومن بعد نرجع نفورها، نقعد نزيد لها في الصوص. الصوص هاكم تراو فيها ماهي شكل جاريه برشا، كي تبدا جاريه تبدا تخش عليك تسقي فيها بالمي، ما تاخوش ما تبداش بنينه الشوربه العجينه معناها. هاكا تعملوها خطر شويه وتحاولوا تسقيوا بها يعني تعملوا بزيت صوص وكذا. يعني نعطي فيكم الطريقه بالتدقيق، على خاطر فما برشا كما قلت لكم عراوس يا مازالوا كيعرسوا. والله يا البنات تقريب ثلاثة ولا هما أربعة بخلاف التعليقات، هذوما ميساجاتك هاو قالوا لي سيرين واللي ركزنا على الماكلة العادية متاعنا، كسكسي مقارونة شربة روز. قالوا لي ركز عليه خاطر موكش قاعدة تصور فيهم في القناة وموكش قاعدة تركز عليهم. هاك هاك علاش وليت نركز لكم شوية، هو مقارونة وحاجات كما هكا. سامحوني على الصوت. أكهو نقعد نسقي فيها بشوية بشوية حتى لين نحسها ساي معناها طابت. المهم كل ما نلقاها يبست شوية يعني نزيد لها الصوص. كل ما نلقاها يبست شوية يعني هيك يبسة وشربت الصوص متاعها نزيد لها كما قاعدين نشوف. بالنسبة لي الأحكار متاع رطل شربة، نعمل لها ثلاثة مغارف طماطم، فهمتوا. وبالنسبة للمقرونة نعمل زوز مغارف خاطر الشربة تستحق أكثر طماطم كما قلت لكم باش تقعد ديما تسقي فيها. لاني حطيت صبيت الشربة الكل باش نحاول نخلطها الكل مع بعضها. أو كي تلقاوها أني خاطر الكسكاس عندي طنجرة صغيرة على الأخر، هو من الأحسن كي طيب الحاجات هذوما باش ما تعجنش طيبها في حاجة مفرهدة. اني ش عملت من بعد وليت نطيب فيها شطر بشطر. يعني شفتوا هذه وقت اللي خاطر الشوربه قاعده تتنفخ لي بالمي، يعني قاعده تكبر الشتولي دوبل. وليت طيبتها على مرتين، معناها قسمتها على اثنين وطيبتها على اثنين. مره جايه كان عودت طيبتها، واكيد باش نعاود نطيبها لهم خاطر عجبتهم، باش نولي نطيبها في كل القدره وكل نتاع هذا كبار هما نتاع مناسبه وكل هكاهو. لهني كما يعني كملت طابت ساي، طيبتها وحطيت لها الصوص. ريتو ما شاء الله كميه متاع صوص باهيه، ونخليها تشرب في عقلها وبعد تبدا كل كعبه وحدها وكهو سهله ما فيها حتى شيء. باش نحط لهني لصحنا للرجال باش يتعشاو لهني، واحنا
معناها نسي كما تعرفونا، نحط الكل في نفس ال... يعني ناكلوا مع بعضنا نسي. وبالطبيعة حطيت للصغار وكهو، طيبت تتشوفوا من بعد بطاطا، راني البطاطا مرميتهاش مع البطاطا، وإلا ساعات نعمل سفنارية في شتي، وإلا نعمل قرع، ولا اللي هو مع الشربة ما نطيبهاش معاها، نطيبها وحدها. وبعد نزيد لهم الصوص، عملت بطاطا وعملت قراع للصغار يعني، واللي يحب البطاطا، ما الأكثر يحب البطاطا، أما أكثر عملت للصغار، طيبته وحده معناها خاطر عنا بيبيات في العيلة. وكهو زينت بالفلفل، وكهو هذايا عشان أحضر. هكا لهني البنات منو غدوة حصيلو عندها الفيديو، هكايا عنده متصور معناها. ولهني هيك مشيت لدار بابا نهار السبت باش نعمل كعبة كيك ان نشربوا بها قهوة العشية، وحصيلو كيك عادية معناها، هذيك اللي ريتوها في اول فيديو. حطيت 4 كعبات عظم، 2 سكر فانيليا، كيس سكر، ومغرفة كبيرة قشور، هذاك قشور اللي ماما تخبيه مشتي معناها، تشيحه وتهزه للرحاية رحيه وكل، تقعد تستعمله للحلو ولا للقتو وكل. وحطيت نصف كيس متاع عطرشية، زيت عطرشية ماما زيت كي قطرته وكا ريحته تعجبني وكا. وبطبيعة نصف كيس حليب ونصف كيس زيت نباتي. ونركض باش نوريكم البنات الروب السواري، هما متاع صاحبتي ولا جارتي، حسي كيما تسميوا. هي عروسة جديدة، عرسة يعني في الاخر الصيف، عندها روب سواري. الحق هينين عليها على الاخر انهم ملوحين في الكلس، وهي ما شاء الله زادت في الميزان وقعدوا ملوحين وجدد وشريتهم غاليين. نذكر قداش مرة نلبس حاجة معاكم سواري وكل، يعني ديما تسألوني منين حاصل. باش نوريكم البنات، مش برشا هما يعني روب متاحة وحاجات ما استعملت لهم، يعني ما لبستهم مش بالكل، للي يحب ياخذ. شوفوا راني لاني نبيع لا نشري لا نبيع. البارح جاني تعليق قالت لي تبع في فلانة مظهر لك كان تو تورينا فتبش وكل. شوفوا البارح وقت اللي وريتكم الماركة متاع ينزو، راني وريتها لكم في رمضان، ديجا بعثوا لي وقتها كولي فيه روب وفيها بيجاموات وريتها لكم. وقبل رمضان زاد وصلوني منهم التبش متاع العيد متاع الاولاد وسيرفيتمون، يعني من قبل رمضان. في رمضان نوري فيكم في الباج متاع ينزو وشنو عندهم كوليكسيون، يعني وقت اللي هبطوا كوليكسيون جديده اني قاعده نوري فيها في القناه. لاني نبيع لا نشري لا نبيع، يعني جعلنيش معناها نصور الفيديو متاعي. والحمد لله يا ربي بالنسبة لي قناتي مكفيتني، لا نبيع ولا نشري. جست هذه زاد الفازة، والله تعرفوا هي صاحبتي عندها برشا، تقولي سيرين وريهم في القناة، واني ما كنتش حابة، يعني قلت قناتي ما عنديش دخل بهالبيوع ودرشنو وكل. كيف رادني وريتك الجبايب وكل، هو هبط الفيديو نهار السبت حاصيله في العشية وقت اللي احنا نعمل في الجد، وهو هبط لكم الفيديو ديريك. طلبتني بالوقت، ضغشت عليه قالت لي سيرين وابقى اني معناها صاحبتك، ملوحين عندي كروب وكل وشريتهم باك الحسبة ما توريهمش، وجبايب وكل عادي توريهم. تغشت مني قلت لها والله العظيم ما نوريهم، مشيت لها ديريكت لدارها وجبتهم وباش نصورهم لكم في القناة. واللي يعجبوها البنات تكلمني على فيسبوك سيرين زالينا ايبوز عطية، باش نقول لكم على سوان، باش ما يعني اللي عجبه يكلمني ديريكت معناها باش ياخو. وهي ديجا بكرهبتها البنات، يعني اي واحد اي بلاصة هيك قريبة بساكن سوسة حي رياض اكود احصل بلايص لهني هيك نجم نجيكم اني وياها، نجيب لكم الروبة وتشوفوا كان عجبتكم تاخذوها، ما عجبتكمش ما تاخذوهاش. هي ماذا بها زادة من مساعدين، خطرية في مساعدين توصل لكم زادة المساعدين، تبعوا فيها برشا من المساعدين. هوك كان عجبتكم صدقوني يهبلوا، اني والله كان جي عن يعني كان جي تاي راني مستحيل فلتهم زوز الروب. هبش نوريها لكم لحظة. لهني كملت البنات، خلطت الجاتو باش نحطها تو في الفورمة. بصراحة احسن جاتو نحس روحي ناكلها ومنظرها يعجبني هي اللي تبدا هيك في الفورمة. كان نلقى منها كعبة تو ناخو ان شاء الله. هي ما اخذتها من عش من الاسواق، ظهر لي
الأكثرية هم يطيبوا عليه، ساعات ما طيب عليها على الغاز. أما صراحة تعجبني في الفور ديما حاجة أسهل ونحسها أبن، أنا في الغاز بليش استعمل نعرفش هي بنينة. أما الطاجين يمكن نقبله على الغاز، القت ونخاف منها، هاكا نحيني لها كل اليدين بتاعها البلاستيك ونحطها نحطها في الفور. أكها وسخنت الفور على 180 درجة ودخلتها، حليت عليها من لوطة ومن فوق. هو الفور بتاع ما ناره قوية ياسر، ما يطلعكش الحاجة كما تحب، لازم تقعد تتفقد فيه ليل ونهار. يعني عرفتوا ملي تحط الحاجة لين تخرجها لازم تقعد تفقدها. الحمد لله سافا، جاتني مريقلة، لاني عملت صوص شوكولا مش بطوابع شوكولاتة البنات، عملت بالكاكاو، عملت كيس كاكاو كيس كاكاو ونصف كيس حليب وثلاثة مغارف زيت نباتي، زيت ذرة يعني، وحطيت فيها نكهة البوفريوا وحطيتها من فوق هكا زينت بها من فوق. هكا اللي يبدا عنده طوابع شوكولاتة تنجم عادي تعمل طوابع شوكولاتة. اما كيف مثال اني ما عملتش طوابع شوكولاتة، وراني على اساس باش نعمل شوكولاتة هذيك في الوسط نسيت جملة الحكاية، وليت عملتها زينة من فوق، زيت جدا مزيانة وبنينة. باش نحضر لهني قهوة عربي، حطيت القهوة جوست اني وما. اليوم اختي نادين مشيت مضيفة بحدا صاحبتها، والله خليت بلاصة كبيرة على الاخر، محلاها لخت والله العظيم. قلت لها يا مام بالحق يعني لخت كي ما تلقاش اخت في دار ابوها، ما نعرفش ما يعني ما عرفتك ما تنفعش حتى باش تجي بصراحة. ربي يخلي كل اخت يا ربي، وربي يفضلكم اخواتكم حتى انتوما. يعني والله قلت لها ما تسخفني سلمى، مشيكنا مش تقعد وحدها. عرفتك في عيد وحدك، في خطبة اخواتك وحدك، بصراحة اليوم حسيت بإحساس نادين، يعني والله يعني بقيمة نادين. هكا هو لهني قصيت القتو، مش نقعد توا النوار داير بينا من كل جهة، ومحلاها عشوية تعديت فك الهواء هكا، واليوم نهير محلاه مطر وكل سيلو، عملنا جو وعملت جو اني خاصة انو الطقس هكا محلاه مفرهد. مالك؟ الشهر الجاي تلقانا عشوياتنا في البحر. البحر؟ أنا من تو ياسر العباد كلهم في الشي البحر. تعديو في هني تلقاني نعطس. باش نوريكم روب سواري مزيانين على الاخر البنات، خذيتهم صاحبتي هي يعني عرست في الصيف وكل. كما تعرفوا معناها اي وحده بعد العرس مع الحباله والولادة وكل شيء تزيد في الميزان وكل، نتاو بالتيكيات نتاعهم زينين على الاخر. قلت لها هات نوريك في القناه، خاطر قديش مره هيك نوريكم موديلات، مثال مره وريتكم شو لبست في العرس وكل، برشا منكم ما عجبتكم الروب. صاحبتي هذه خديت معاها معناها ذكروك الروب الروج، وفما كل القفطان وما البيج اللي نلبس فيه. وهي خذيت موديلات اخرين في يعني روبه مزيانه على الاخر، معناها تمشي حتى انك باش تعمل خطبه. كنت باش نوريكم موديلات يقتلوا بالحق، يقتلوا هي الحق شريتهم غاليين على الاخر. اما قلت لها مادام مش تبيع ديما السوم يرخص، ونزلوا بالتكيات ما تنسوش شريت باش تلبسهم. ما عادش يجيو قدها، كما عرست في الصيف ما جاوهاش مناسبات الصيف هذايا، يعني ميزانها ما عادش خاطر هما البنات مكتوبين عليهم 42، اما يلبسوا 38 40 هكاك، حاسلو هاكم قال لي من مساعدين والا من مساكن والا سوسه ولا اي بلاصه قريبه لهني مستي، قال لي هو هي عندها كهرباء عادي توصل لكم. هما تنوريكم البنات ثلاثه ولا هما اربع، تنوريهم لكم الموديلات اللي عندهم والله مزيانين. كان جاو قدي عندناش في الجزائر بنات طولها قبل ما تمشي، كان جاو قدي البنات راني خذيتها وراني خذيتها من تعبتين، اما هما مش قدي. تو ان شاء الله نوريهم لكم كامل، نشرب قهوتي نوريهم لكم. عملتهم سخسه بنيتك قاعده هي مسخه وصيفه شاف هيكون كل هكا مش بتاعها، والله العظيم يقتل يقتل يقتل. يعني لو كان جات قدي صدقوني لا خليها بالكل.
حط لكم اني تصويرة متاحة وهي ملبوسة لبنت باش تزيدوا تفهمها، وهي هيك في الحقيقة مزيانة 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 على الاخر، راهي سوارية تتحل هيك يدنا في الخضار احنا. هذه الروب الثانية، شوف البنات كيفاش طهبت هيك، وفيها زاد القماش هيك، وفيها البطال، وفيها زاد كيما اسمه هو الوقاف، يعني كيفاش تعطيك هيك. شوف زي البطال زي الوقاف، جاي خاطر شريته ماهمش رخاص يعني. جدي قدي راني لبستها كيف كيف. البنات هذه مكتوب عليها تاي 42، اما هي راهي تلبس 38. كيف كيف راهي حتى اليدين فيها بطانه، هاكا البطانه نتاعها هو مش مظهرش يعني البدن. زينها والله العظيم مش عادية، ممكن حتى في تليفون مش باينه ما كانت نتاع ستيل عرايس نتاع خطبة، حسين متهبلة هكا بالتيكي نتاعها، ما لبستهمش حتى لبسة اليدين نتاعها هكا هكا ستيلة، وفيها الأحزام هكا سنتي. شوفوا استنى وراي في الحقيقة تهبل، في الحقيقة أحلى أحلى برشة من التليفون. كما شفتوهم لبنات الروب، شوفوا هذه تقتل، هذه أحلى واحدة فيهم، راي في الحقيقة مش عادية. هذه البنات شريتها بأربعمية، حسيلو قالت 450 طاحت في السولد، وكل خديتها بأربعمية باش تبيعها ب250. راهو تمشي حتى واحدة باش تعمل خطبة، ما تراوهش كيك، راهي في الحقيقة تهبل صدقوني. أنا يعني قلبي ما عطانيش أني نخليهم، شي تقصتهم الله غالب ما تسكروا ليش. كما قلت لكم هما مكتوب عليهم 42، أما راهم يلبسوا 38 40 هكا، 40 تبدأ هكا ظريفة شوية يعني، أما الله غالب هي ما عادش يجيو قدها. هذه زادة كعبة ثانية، هذه باش تبيعها ب150. شفتوا هي سمورة، هم كلهم جدد، كلهم جد بالتيكيات متاعهم مش ملبوسين. معها الروب هذيك السومو، وفوقها هذيا كيما الستيل قفطان. شفتوا البنات هذيما لي بيرل نتاعها راهم مجدودين، زاد بال هكا وحده كيما لينوكس مجدوده بها، مش لا كولا لا حتى شيء يعني، ماهيش سلعه اللي باش تتهلك وكل، عرفتوا كل سلعه ما شاء الله بالحق يهبلوا. هذوما البنات حاجات زادة هكا خفيف، زادة متاع مناسبات القطعة 50، وشميزات الاخرانيين ب30، والروب هذيك الموف هذيك ب200 البنات، هي ديجا شريتها ب350 باش تبيعها ب200، والروبة هذيك البيج 250، وهذه اكو باش نوريكم ديجا هذه مكتوب عليها السوم، الاخرين مش مكتوبين السوم. شوفوا هي هذه معناها سامبل فيهم، باش نوريكم السوم نتاعها باش ما تقولوش سيرين تكذب ولا حاجه. باش نوريكم السوم ب 399 دينار 990، وراهم كلهم ماركه يعني تركيه وحاجات كيما هيك دي جايه تبشها كل هكا. نعش هذيك ما عرفتهاش 500 ما فهمتهاش، حصيلو هكا ديجا هذه مكتوبه 299 و990، يعني 300 غير 10 فرنك. باش تبيعها ب150 هذه ماهيش ملبوسة، زاد فيها كيما هكاك جوب، وفيها هكا من فوق كيما الفيست، وفيها هكا كيما اسمه هكا يعني عرفتو كي تتغطى جوب تتغطى تبان الجملة انت لابسة جوب، تحسها هكا روب عادي على جوب تهبل. هذه فيست زاد باش تبيعها ب50، غسلو حاجات مزيانين هاكا خديت بخاطرك لالا. وان شاء الله اللي عجبته حاجه يكلمني على فيسبوكي ونوصلوا له بالطبيعه. هذوما البنات ب30 زاد مزيانين على الاخر، زاد كيف كيف ما يجيوش قد يعني الحق.
وان شاء الله الفيديو نتاع اليوم عجبكم. وعندها كعبة انوار البنيته باش نحطها لكم زيدا كعبة انوار زيدا كيف كيف باش تبيعها 150. نسيت ما هزيتهاش هكا. هو كان نكون وصلت بكم لاخر الفيديو. استناوني في فيديو غدوه هكا روتين كيما تحبوه ويعجبكم روتين. بوسه كبيره ليكم الناس الكل وعلى خير.